بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي، ودرس جميل ودرس مهم. درس مين؟ العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية، أحد الدروس المهمة في علوم سنة خمسة. وتعالوا في البداية نعرف هو مين المصدر الأساسي للغذاء، عملية مين؟ برافو عليك، عملية البناء الضوئي اللي النبات بيكون بها غذائه. طب أدي الزرعة أوادي النبات بيعمل إيه عشان يكون غذائه؟ بيسحب ثلاث حاجات مهمين جدا، حاجة من تحت وحاجة من فوق وحاجة من نص. ياخد إيه من التربة؟ المية والأملاح. وياخد إيه من فوق؟ الطاقة الضوئية للشمس. وياخد إيه من الهواء؟ غاز ثاني أكسيد الكربون. وياخد التلاتة ويلخبطهم ويوصلهم مع بعض في مصنع الغذاء اللي عنده، مصنع الغذاء اللي هو مين؟ اللي هو الورقة الخضراء، ويقوم يكون غذائه. غذائه ده مواد سكرية، ويدينا هدية غاز الأكسجين عشان نتنفس بيه. احنا عارفين ان لو كائن بيكون كائن يبقى باسمها ايه؟ سلسلة غذائية. والسلسلة الغذائية بتبدأ بكائن ينتج الغذاء زي النبات الاخضر. طب اللي بيأكلها يبقى كائن مستهلك، ولو كلها واحد تاني مستهلك اخر. طب لو ماتت وتحللت مين اللي بيتغذى عليها؟ الكائنات المحللة او المترممة. ده مدخل لمين؟ للعلاقات اللي بتتم بين الكائنات الحية. والعلماء قسموها العلاقات الغذائية لثلاث أنواع. أول علاقة الافتراس. طب تاني علاقة التكافل أو المعايشة. طب تالت علاقة الترمم. تعالوا نعرف مفهوم كل واحدة. الافتراس هي علاقة غذائية بين مين؟ بين نوعين من الكائنات الحية، وهي علاقة مؤقتة. يبقى نقول هي علاقة مؤقتة بين الكائنات الحية، يلتهم فيها كائن حي كائن حي آخر. طب اللي بيلتهم المفتري اسمه المفترس. طب المأكول الغلبان اسمه الفريسة. يبقى لها طرفين، لها عنصرين، اللي بيأكل اللي بيفتري المفترس، والمجنى عليه الفريسة. وليه علاقة مؤقتة؟ لأنها تنتهي بالتهاب الفريسة أو جزء منها. طب التكافل أو المعايشة ينقسم لمين؟ ثلاث أقسام. لو الاتنين استفادوا من بعض بدون ضرر يبقى اسمها تبادل منفعة، نفع واستنفع. طب لو واحد استفاد والتاني ما استفادش بس ما تضرش يبقى الإفادة، لأن شخص استفاد. طب لو شخص استفاد والتاني اتضر يبقى اسمه التطفل. والتطفل نوعين، تطفل داخلي وتطفل خارجي. تالت علاقة الترمم. العلاقة الترمم هي علاقة غذائية بيحصل فيها الكائن المترمم على غذائه من مين؟ من أجسام الكائنات الميتة أو تحليل البقايا العضوية. طب فين الأمثلة لكل نوع؟ وفين الصور والرسوم والتعليق والتعليلات؟ تعال معايا للعرض ونعرف كل حاجة عن العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد النهاردة الوحدة الثالثة وأول درس فيها. اسمه إيه الدرس الأولاني؟ اسمه العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية. اسمه العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية. وتعالوا نشوف أول معلومة معانا. يا ترى مصدر الطاقة بتاعت الكائنات الحية جايلنا منين يا ولاد؟ طبعا من الطاقة الضوئية للشمس. عشان كده كنا نقول على الشمس أم الطاقات والمصدر الرئيسي للطاقة والحرارة على سطح الأرض. المعلومة التانية، قدامنا مين؟ قدامنا نبات أخضر جميل. بياخد كم حاجة؟ بياخد ثلاث حاجات. بياخد الطاقة الضوئية من الشمس، وياخد من التربة الماء والأملاح، وياخد من الهواء ثاني أكسيد الكربون. يقوم يعمل إيه؟ النباتات الخضراء تستخدم الطاقة الضوئية للشمس في ايه يا شطار؟ في صنع غذائها. طب والعملية اللي بيعملوا بها غذائها اسمها ايه؟ عملية مهمة جدا اسمها عملية البناء الضوئي. يحصل على ثلاث حاجات عشان يكون غذائه وينتج الأكسجين ايضا. المعلومة اللي بعدها، الحيوانات بتعمل ايه؟ بتتغذى على النباتات الخضراء.
ادي النباتات الخضراء الجميلة اللي ممكن تتغذى عليها الحيوانات. يقوم لو الحيوان اتغذى على النبات بطريقة مباشرة يحصل منها على الطاقة مباشرة، عشان كده بنقول عليها حصول على الطاقة بشكل مباشر، لان مفيش وسيط بينه وبين النبات، اكل النبات مباشرة. لكن لو الحيوانات دي حصل ايه؟ اتغذت على حيوانات اخرى اصغر منها، وكانت الحيوانات الاخرى الصغيرة دي سبق ليها ان اكلت نباتات، ما هي كده كده برضو هتوصل لها الطاقة من الحيوانات اللي كانت متغذية على النبات. يبقى في الحالة دي اسمه حصول على الطاقة ولكن بشكل غير مباشر. يبقى الحصول على الطاقة له شكلين، اكل نباتات مباشرة يبقى تغذية مباشرة، اكل حيوانات اكل نباتات يبقى حصول على الطاقة بشكل غير مباشر. والصور والرسوم أبلغ دليل وتعبير على جمال الصور والكتابة اللي موجودة معانا. وهنيجي لشريحة أخرى هنتكلم فيها عن مين؟ عن أنواع العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية. هنعمل إيه ولاد؟ مخطط في كم حاجة؟ 1 الافتراس، 2 التكافل أو المعايشة، 3 الترمم. يبقى أنواع العلاقات الغذائية العلماء حددوها في 3 اتجاهات: أول علاقة الافتراس، تاني علاقة التكافل أو المعايشة، الاثنين مرادف بمعنى واحد، تالت علاقة الترمم. طب يا ترى ليهم تقسيمات؟ تعالوا نشوف مين اللي له تقسيمات. التكافل أو المعايشة هتتقسم لـ3 حاجات: أول علاقة تبادل منفعة، طب تاني علاقة الإفادة، طب تالت علاقة التطفل. يبقى الافتراس حالة وحيدة، الترمم حالة وحيدة، ولكن التكافل أو المعايشة بتنقسم لـ3 حاجات: تبادل المنفعة، ونـ2 الإفادة، ونـ3 التطفل. ده تقسيم العلاقات الغذائية. هنتكلم دلوقتي عن عنصر. أول حاجة معانا مين؟ الافتراس. طب إيه تعريفها؟ قدامنا هو أسد أو نمر، كائنات مفترسة بيتغذوا على حيوانات أضعف منهم. يبقى العلاقة دي علاقة إيه؟ علاقة غذائية بين مين؟ بين الكائنات الحية. طب بيحصل فيها إيه؟ يلتهم فيها كائن حي كائن حي آخر. يبقى ده مين ده؟ ده اللي أنا قلته ده يا شطار، مفهوم مين؟ مفهوم عملية الافتراس. نقوله تاني، هو علاقة غذائية بين الكائنات الحية، يلتهم فيها كائن حي كائن حي آخر. طيب يا ترى الكائن المفتري، أقصد المفترس، الكائن اللي بيلتهم، المفتري اسمه إيه؟ اسمه المفترس. زي ما انتوا شايفين مين؟ النمر أو الأسد، دي من الكائنات الإيه؟ المفترسة. طب يا عيني الكائن المأكول الغلبان الضعيف يبقى اسمه ايه؟ الفريسة. يبقى اللي بياكل مفترس، اللي بيتاكل الفريسة. طب يا ترى يا مستر حامد علاقة الافتراس دي علاقة دائمة؟ قالك لأ، دي علاقة مؤقتة. ويجي لي عليها سؤال مين؟ سؤال علل ليه علاقة الافتراس علاقة مؤقتة؟ اقول له انت نسيت، ما هو المفترس بيعمل ايه في الفريسة؟ يا بياكلها كلها يا بياكل اجزاء منها. يبقى العلاقة مالها؟ بتنتهي. بتنتهي امتى؟ تنتهي بالتهام المفترس للفريسة او اجزاء منها. عشان كده علاقة ايه؟ مؤقتة. وسؤال علل ماله؟ سؤال علل بيجي في الامتحانات ومهم. طيب عايز امثال مين؟ للحيوانات المفترسة. هنقول بعضها مش كلها: الاسود، النمور، الذئاب، الثعابين، اسماك القرش، حتى كلها حيوانات مخيفة. مخيفة ليه؟ لانها حيوانات مفترسة بتقوم بعملية الالتهام. شريحة جميلة جدا وهامة جدا، وخلي بالك منها. مستر حامد بيقولك الشريحة اللي بعدها تعليلات مهمة جدا ليه الافتراس في الحيوانات اكتر شيوعا من عالم النبات. ليه؟ قالك الإجابة طبعا لأن الحيوانات مالها غير ذاتية التغذية. يعني إيه؟ يعني بتحصل على غذائها من كائن حي آخر.
كون انها ما بتكونش غذائها بنفسها يديها الفرصة ان الافتراس يكون عندها اكتر شيوعا وانتشارا. نقول الاجابة تانية شطار، لان الحيوان غير ذات التغذية فيحصل على غذائه من كائن حي اخر. ودي صورة لبعض الحيوانات المفترسة. ونيجي ناخد تعليل تاني عكسه، ليه يا مستر الافتراس في النبات اقل شيوعا من الحيوان؟ هيبقى عكس السؤال السابق. نقول له ليه؟ نقول له لان النباتات ما شاء الله ذاتية التغذية وتصنع غذاءها بنفسها، يبقى الإجابة عكسية، ده غير ذاتي ده ذاتي، ده بيصنع غذاءه بنفسه الحيوانات لا غير ذاتية التغذية. وبرضو الشريحة دي يا ولاد شريحة ايه اهم، وتعليلات بسيطة. الشريحة اللي بعدها مستمرين مع التعليلات المهمة. علل عملية الافتراس علاقة مؤقتة وليست دائمة. اقول له قلنا الإجابة في الشرح، لأنها تنتهي بالتهام الفريسة أو جزء منها، يا كلها تتاكل يا أجزاء منها. سؤال تاني برضو، علل ليه بتلجأ بعض النباتات إلى افتراس الحشرات؟ قول تاني كده يا مستر. أقول لك نبات يقوم بمين؟ بافتراس والتهام الإيه؟ الحشرات. ومعانا الصور المعبرة. طب ليه؟ محتاجة إيه يا نباتات؟ نقصك إيه عشان تفترس الحشرات؟ قال لك الإجابة هي لأن بعض النباتات مالها يا مستر؟ لا تستطيع امتصاص النيتروجين اللازم من التربة، ما عندهاش القدرة إنها تمتص النيتروجين من التربة عشان تكون مين؟ عشان تكون البروتينات. طب إيه البديل؟ إيه الدليل؟ فتلجأ إلى افتراس بعض الحشرات. يبقى دي عملية إيه؟ عملية تعويضية. يبقى كون إنها تقوم بافتراس الحشرات عشان تعوض العجز والنقص اللي عندها في امتصاص النيتروجين. شريحة ايه يا ولاد؟ شريحة مهمة جدا جدا، والمستر مجمعها لك تعليل بإجابته النموذجية بالصور والرسوم الدليل. السؤال اللي بعده، اذكر أمثلة لمين؟ للنباتات المفترسة اللي احنا بنقول عليها آكلة الحشرات. طب ادينا امثلتها. اول نبات معانا اسمه نبات الدروسيرا، الشكل الجميل اللي قدامك. طب نبات تاني، النبات اسمه ايه؟ الدايونيا، وادي الصور بتاعتها اثناء افتراسها للحشرات. طب ايه كمان؟ حامول الماء، وادي صورته، وادي افتراسه لمين؟ للحشرة بداخله. يبقى ايه الامثلة بتاعت النباتات المفترسة او اكلة الحشرات؟ قولوا معايا الأغنية، الدروسيرا والديونيا حمول الماء، الدروسيرا والديونيا حمول الماء. سؤال مهم، كيف تحمي النباتات والحيوانات نفسها من الافتراس؟ تقوم بإيه وتعمل إيه ودورها إيه؟ قال لك ممكن تعمل حاجتين. الحالة الأولى للهروب اسمها التمويه والاختفاء، والحالة الثانية اسمها المحاكاة. طب ايه معنى دي ومعنى دي والامثله فين هي؟ هنشوفها في الشريحه الجايه. معانا تعريف مين؟ التمويه والاختفاء، يا ترى ايه مفهومه؟ قال لك هو تلون بعض الكائنات الحيه بمين؟ بالوان، والالوان دي تشبه البيئه المحيطه. طب ليه بتتلوني بالوان شبه البيئه المحيطه؟ الاجابه في التعريف، وذلك للهروب والتخفي من الاعداء. ده سؤال مهم جدا اللي المستر قاله ده، ايه شطار؟ ده مفهوم التمويه والاختفاء. طب ايه مفهومه؟ يلا نقوله، هو تلون بعض الكائنات الحيه بالوان تشبه البيئه المحيطه للهروب والتخفي من الاعداء. طيب عايزين امثله. قال لك اول مثال الفراشات، ودي صوره الفراشات الجميله. ايه كمان؟ الضفادع، ودي صوره الضفدعه، وهتلاقي لونها ايه؟ هتلاقي لونها اخضر، شبه مين؟ شبه ورق الشجر عشان ما تبانش ومحدش يشوفها. ودي مين؟ الحربايه، ويا ساتر يا رب على الحرباء وكل من يتلون بالوان الحرباء. خدت لون البيئة المحيطة ازاي؟ شوفوا اللي لون متشابهين، اللي يبص نظر مباشر ما ياخدش باله منها. يبقى قولوا معايا، الفراشات والضفادع والحرباء.
بأمثلة لمين؟ للحشرات والحيوانات اللي بتقوم بالتمويه والاختفاء. بيعملوا ايه؟ بيتلونهم بلون البيئة المحيطة. ولو قال لي علل نقول له الهروب والتخفي من الأعداء المفترسة. سؤال تاني ومثال كمان، حيوان الحبار اللي احنا بناكله ونقول عليه السيبيا او الصبيط، وادي اسمه له كذا اسم، سيبيا، صبيط، حبار، التلاتة جمال وطعمه جميل في الاكل كمان. طب ليه سموه الحبار؟ لانه بيطلق سائل اسود في المية اللي هو الحبر، عشان كده سموه الحبار عشان يتخفي من الاعداء المفترسة. يبقى قولوا معايا الحبار يعمل ايه؟ يطلق سائل اسود في الماء. ليه؟ للتخفي من الاعداء المفترسة. وبرضو بيجي سؤال ايه؟ علل. يبقى الشريحة دي مالها؟ مهمة ايضا، كل شرايح الدرس ده مهمة وجميلة واحلى واجمل تنسيق. الشريحة اللي بعدها هناخد فيها مين؟ المحاكاة. يعني ايه المحاكاة بالبلدي؟ بالبلدي معناها التقليد. طب مين بيقلد مين؟ الكائنات الحية الغير ضارة الطيبة الشريرة. تعمل ايه؟ تتلون بألوان تشبه الكائنات الحية الضارة. طب وده ليه؟ لحماية نفسها من الافتراس. نقول الجملة دي امتى؟ لو قال لي علل. طب نقول تاني التعريف، هو تشبه بعض الكائنات الحية الغير ضارة بالكائنات الحية الضارة. ليه؟ لحماية نفسها من الأعداء المفترسين. ونيجي لمين؟ لمعلومة تانية. طب بعض أنواع إيه؟ ده في كلمة ناقصة جاية إيه، ما تخافش. بعض أنواع النحل يتشبه ويتلون بلون مين؟ بلون الدبابير. النحل الطيب ياخد لون الدبابير الشريرة. طب ده ليه؟ الإجابة علل هيا ومعانا الصورة، كوسيلة للهروب من الأعداء المفترسة. وادي صورة النحل وهي بتقلد ألوان وأشكال الدبابير لتعبير عن المحاكاة. الشريحة اللي بعدها هنخش مين؟ في العنصر التاني، التكافل أو المعايشة. الكلمتين بمعنى واحد، الكلمتين مترادفتين. طب إيه معناها يا مستر؟ قولوا معايا، هو علاقة غذائية مالها؟ مستمرة بالنوعين مختلفين من الكائنات الحية. طب يحصل فيها إيه؟ قال لك يحصل ثلاث حاجات. طب الثلاثة بيحصلوا في وقت واحد؟ لأ والله. الحالة الأولى لو الاتنين استفادوا من بعض، نفع واستنفع، يبقى في الحالة دي اسمها عملية ايه؟ تبادل منفعة، ده فده وده فده. طب الحالة التانية لو واحد بس اللي استفاد، واحد استفاد من الآخر، طب والتاني ما حصلوش حاجة، لم يضر، يبقى الشخص اللي استفاد استفيد، يبقى اسمها إفادة. طب الحالة التالتة لو واحد من الاتنين أصابوا الأذى، يبقى في الحالة دي اسمها ايه؟ اسمها تطفل. ثلاث حاجات والثلاثة ما بيحصلوش في وقت واحد. ها، اما او اما او اما. الاتنين استفادوا، تبادل منفعة. واحد استفاد والتاني ما استفادش وما فيش ضرر، افادة. واحد استفاد والتاني اتضر، تطفل. ده تعريف مين؟ التكافل او المعايشة. وتعالوا ناخد عنصر عنصر من العناصر التلاتة. واول عنصر هنتكلم عنه هو مين؟ تبادل المنفعة. ده استفاد وده استفاد، هو علاقة غذائية مشتركة بالنوعين مختلفين من الكائنات الحية. طب يحصل ايه يا مستر؟ الاجابة هي يستفيد كلاهما من الاخر، الاتنين استفادوا. طب اديني مثال. قال لك في علاقة بين نوع من البكتيريا اسمها البكتيريا العقارية. البكتيريا دي بتعيش على جذور النباتات البقولية. طب يحصل ايه؟ قال لك بعض انواع البكتيريا بتتجمع على جذور بعض النباتات البقولية. زي مين؟ زي الفول وزي العدس. ودي شكل مين؟ جذر لنبات مين؟ لنبات الفول. اللي بيحصل عليه تجمع منين؟ من البكتيريا اللي بتيجي على جذور النباتات البقولية. زي مين؟ زي الفول والبيسلة. طب دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه وبيستفيدوا ازاي؟ يلا نقول
هنقول ايه؟ ادي صورة نبات الفول، وادي جذر النبات، وهنا على الجو المحيط بتعيش مين؟ البكتيريا العقدية. طب قول لي يا مستر بيستفيدوا ايه؟ قال لك اولا بالنسبة للبكتيريا بتاخد مين؟ بتاخد المواد السكرية اللي بيكونها النبات. فين؟ في عملية البناء الضوئي. يبقى ده المنفعة الاولى اللي عادت على البكتيريا. طيب وبالنسبة للنبات يا مستر حامد، حصل له من البكتيريا استفاد ايه؟ قال لك بيحصل منها على المواد النيتروجينية. المواد النيتروجينية، يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده استفاد وده استفاد. في الحالة الاولى في استفادة، في الحالة التانية في استفادة. لذلك العلاقة بينهم علاقة ايه يا شطار؟ تبادل منفعة. طب لو قال لي علل لعلاقة تبادل منفعة، نقول له لأن كل منهما يستفيد من الآخر. مش بس كده، نقول له ده استفاد حصل على إيه، وده استفاد حصل على إيه. وسؤال مهم جدا، هنيجي للحالة التانية. في مين؟ الحالة التانية في التكافل، اللي هي مين؟ الإفادة. طب إيه معناها؟ هي علاقة غذائية مشتركة بين نوعين مختلفين من الكائنات الحية. طب حصل ايه؟ يستفيد احدهما والاخر لا يستفيد ولا يضر. نقولها تاني، يستفيد احدهما والاخر لا يستفيد ولا يضر. طب نيجي للامثلة، ايه المثال بتاعها؟ قال لك بعض الكائنات الحية الدقيقة لانها صغيرة الحجم. ومين؟ وجسم حيوان الاسفنج. طب دي علاقة مين؟ علاقة إفادة. طب لو جالي في الامتحان علل ليه العلاقة بين الإسفنج وبين الكائنات الدقيقة علاقة إفادة؟ يلا نقول له الإجابة حصل إيه؟ نقول له إيه؟ الكائنات الدقيقة اللي بتعيش جوه جسم مين؟ حيوان مين؟ الإسفنج. ومش حرمينك من حاجة، جايبين لك صورة الإسفنج أهو. الكائنات الدقيقة اللي بتعيش جواه تحصل منه على إيه؟ ما شاء الله، غذاء تلاقي، مأوى وسكن تلاقي، مكان آمن تلاقي. يبقى استفادت ولا ما استفادتش؟ طبعا استفادت بثلاث حاجات، الغذاء والمأوى والمكان الآمن. طب يا ترى حيوان الإسفنج؟ لا 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 لا، ولا حاجة، مش فارق معايا، لا يستفيد ولا يضر. ده بالنسبة له حاجة بسيطة، حاجات دقيقة مش فارقة معاه. عشان كده قلنا عليه عملية الإفادة. والتعليل ده تعليل يا أولاد مهم جدا جدا جدا، ولو بصيت في المحافظات هتلاقيه كتير في الامتحانات. نيجي لشريحة أخرى هندرس فيها التطفل. من اسمه حد بيتطفل على حد، شيء مش حلو. يبقى نقول إيه؟ هو علاقة غذائية مستمرة وكمان مشتركة بين مين؟ بين نوعين مختلفين من الكائنات الحية. طب دي الجملة دي ثابتة وفي كل التعريف، ولكن التغيير بيجي في الجزء الأخير. بدم تطفل يبقى واحد استفاد والتاني متضرر ومتأذي. يستفيد أحدهما ويسمى الطفيل. اللي بيستفيد، اللي بيأكل أكل الغير، اللي بيضايق الناس اسمه الطفيل. والغلبان اللي بيصيبه الضرر ويصيبه الأذى يا عيني اسمه ايه؟ اسمه العائل. يبقى كم طرف؟ طرفين، الطفيل والعائل. الاتنين دول مين؟ عناصر عملية التطفل. مين ومين؟ الطفيل والعائل. الطفيل ده المفتري، والعائل المجني عليه الغلبان المسكين اللي بيصيبه الأذى والضرر. طب نيجي للتطفل نلاقيه أنواع. مين هم يا مستر؟ أول نوع تطفل خارجي. طب وتاني نوع تطفل داخلي. يبقى إيه الأمثلة بتاعته؟ أدي أمثلة البعوض اللي هو الناموس اللي بيضايق الإنسان، وصورة كمان للبراغيث اللي بتتطفل، وصورة للقراد اللي بيتطفل على الكائنات الحية. طب إيه الأمثلة بتاعت كل نوع لوحده؟ لسه هنقولهم في الشرايح الجاية. ولكن هنا معانا مين؟ معانا المفهوم بتاع التطفل، ومعانا كمان أنواع التطفل الخارجي والداخلي. ويلا نشوف كل نوع على حدة. أول نوع
التطفل الخارجي، يلا نقول مفهومه هو تطفل تعيش فيه الطفيليات على مين؟ على جسم العائل. مين الخارج؟ امال سميناه خارجي ليه؟ طب لما تعيش من بره هتاكل ايه يا مستر؟ هتاكل ايه؟ هتمص دمه بجد مش هزار، وتتغذى بامتصاص دمه. مين الخارج؟ اللي انا قلته ده مين يا اولاد؟ اللي انا قلته ده مفهوم التطفل الخارجي. طب ايه الامثله بتاعه التطفل الخارجي؟ ادي صوره لمين؟ للقمل اللي بيعيش في راس الانسان واللي يكون فيه نوع من انواع عدم النظافه عشان نتخلص منه. ايه كمان؟ البق، وادي صورته. ايه كمان؟ البعوض اللي هو الناموس، وادي صورته. البراغيث اللي بتقرص الانسان، وادي صورتها. والقراب اللي بيتغذى من الخارج. الصور دي صور لمين؟ لأمثلة لبعض الحشرات اللي بتتطفل تطفل خارجي. وعندنا سمكة اسمها سمكة اللامبري. طب فين صورتها؟ ادي صورة سمكة اللامبري. مش حرمينك من حاجة، الصورة والاسم ومش بس كده، وكمان الصفات والمميزات بتاعتها. مالها السمكة دي؟ هي أسماك عديمة الفقوق، ملهاش فقوق. طب والفم؟ دائرية الفم. طب بتتغذى على مين؟ تتغذى بامتصاص دم الأسماك الأخرى. يلا نقولها تاني، سمكة اللامبري من الطفيليات الخارجية، وهي أسماك عديمة الفقوق دائرية الفم تتغذى بامتصاص دم الأسماك الأخرى. نيجي لمين يا شطار؟ للنوع التاني، التطفل الداخلي. هو تطفل تعيش فيه الطفيليات داخل جسم العائل. طب لما بتعيش في جواه وداخله تاكل ازاي؟ ما شاء الله ما تنساش نفسها، تشاركه في غذاء المهضوم وتتغذى على خلايا وانسجته كمان. يبقى غذاء مهضوم اكلت، خلايا وأنسجة أكلت، عشان كده بنقول عليها طفيل وكمان داخلي. هنيجي لمين؟ لأمثلة التطفل الداخلي. زي مين؟ بالصور. أدي صورة الدودة اسمها الدودة الكبدية اللي بتتطفل على كبد الإنسان، وأدي صورة لدودة الإسكارس اللي بتعيش في بطن الإنسان، وأدي صورة للدودة الشريطية، وأدي صورة لدودة الفلاريا. كل الديدان دي من أمثلة لمين يا شطار؟ لطفيليات مالها داخلية، تتغذى على مين؟ على الغذاء المهضوم الجاهز والخلايا والأنسجة. هنيجي الوقت نمسك واحد واحد ونشوف أضراره. البعوض اللي بيتطفل على الإنسان، ودي صورة ليه بيسبب للإنسان مين؟ مرض الملاريا، ودي صورة للأعراض بتاعت مرض الملاريا على جسم الإنسان. طب إيه كمان؟ البراغيث بتعمل ايه للانسان وتضره في ايه؟ بتسبب للانسان والعياذ بالله مرض الطاعون، وده قديما مرض مميت، ودي اضراره على جسم الانسان. هناخد مين كمان؟ دودة البلهارسيا اللي بتتطفل على الانسان وتضره وتصيب الكبد بتاعه وتعمل له والعياذ بالله تليف الكبد. يبقى دي مين؟ الشريحة دي تخص اضرار الطفيليات، وبتبين لنا الأذى والأمراض اللي بتصيبه للإنسان. البعوض الملاريا، البراغيث الطاعون، البلهارسيا تليف الكبد، ومعك الصور والرسوم والأمراض. ربنا يعافيكم. الإسكارس ماله؟ يتطفل على الإنسان ويتغذى على غذاء المهضوم. طيب يا ترى بيسبب للإنسان مين؟ يسببه الضعف والهزال وضعف عن في صحة الإنسان. ده مين؟ دي ديدان الإسكارس. طب نيجي كمان لمين؟ لدودة الفلاريا. تعمل ايه دودة الفلاريا؟ وادي الصورة بتاعتها تحت المجهر وأضرارها. بتعمل ايه؟ بتسبب للإنسان مرض خطير اسمه مرض داء الفيل. بص كده، دي قدم سليمة، بص كده دي قدم مالها؟ دي قدم مصابة شبه رجل الفيل، عشان كده سموه داء الفيل، لأن القدم المصابة تشبه قدم الفيل في حجمها الضخم. طب سمكة اللامبري من الأسماك اللي بتتطفل، طب بتتطفل على مين؟ على الأسماك الأخرى، وتعمل إيه؟ تمتص دم الأسماك الأخرى، ودي صورة للدم بعد امتصاصه من سمكة اللامبري. هنا برضه بتكلم على مين؟ بتكلم على الأضرار الخاصة بالطفيليات.
وهنيجي دلوقتي لبعض الأسئلة الهامة. بيقول لي قل لبعض الأمراض اللي بتسببها الطفيليات للإنسان. احنا شرحناها في الشريحة السابقة، تعال ناخدهم بقى المرض والمسبب. أول مرض، مرض الفيل، من اللي جابته؟ دودة الفلاريا. طب واللي بنسى؟ أقول للولاد فلاريا بالفه، فيل بالفه، فه مع فه، فيل فلاريا. وسيلة تذكرة من مستر حامد، هدية ليك. اللي بعده مرض الطاعون، تسببه مين؟ البراغيث. ده المرض الثاني ومعاه المسبب. طب المرض الثالث، مرض الملاريا، ومين اللي بيجيبه؟ بعض انواع البعوض. كده قلنا لك الثلاث امراض مع المسبب بتاعهم مع الصور المعبره عن الكلام. السؤال اللي بعده، تعليل منتهى الاهميه، هام جدا، ليه بيسموا مرض داء الفيل بهذا الاسم؟ اقول لك الاغنيه، يلا قول معايا، لان القدم المصابه تشبه قدم الفيل في حجمها الضخم. نقول تاني، لأن القدم المصابة تشبه قدم الفيل في حجمها الضخم. والجزء اللي بعده، ما الفرق بين التطفل والافتراس؟ ولد بيقول ما ده مضر وده مضر، ده ما فيش فرق بينهم. أقول له بالعكس، في فرق جوهري جدا، تعال ما مستر حميد يقوله لك. بالنسبة للتطفل اللي بيحصل، يعتمد الطفيل اللي هو المفتري على العائل اللي هو المجني عليه اعتمادا كليا. في ايه؟ في توفير احتياجاته الغذائية. طب وايه يعني؟ يحصل ايه؟ مما يسبب ضعف العائل وإصابته بالهزال، ولكن القروبة ولكن اللئيمة لا يقتله. ليه؟ لأن عايزه وسيلة مستمرة للتغذية، يروح ويجي يأكل منه، يبقى هنا مفيش قتل للعائل. إنما في الافتراس ما عندوش يمر حميني، يحصل إيه؟ يقوم المفترس بقتل الفريسة والتهامها. شفت الفرق الجوهري؟ اللي في التطفل لئيم شوية، يأكل ويسيبه، وسيلة التغذية مستمرة. إنما الافتراس من كتر افتراسه مش شايف قدامه، يقوم بقتل المفترس، يقوم المفترس بقتل الفريسة والتهامها وقتلها. تعال بقى نشوف تعليم مهم جدا، للطفل لا يقتل العائل. الجزء اللي أنا قلته وأنا بشرح لك التطفل، ايه بقى؟ ليه يا طفيل مش راضي تقتل العائل؟ يقول ايه لو له لسان، هو انا مجنون؟ اقتله واكل فين؟ يبقى لان الطفيل اذا قتل العائل يفقد حاجات مهمة جدا. يفقد مين؟ يفقد الغذاء والمأوى، وبالتالي لو ما لقاش اكله وما لقاش سكنه هيموت، وهو مش عايز يموت. يبقى السؤال ده سؤال مهم جدا، ويلا نقوله تاني، ليه الطفل ما قتلش العائل؟ لأن الطفل إذا قتل العائل يفقد الغذاء والمأوى وبالتالي يموت. اللي بعده هنيجي لآخر حاجة معانا، الترمم. يعني إيه ترمم؟ هو علاقة غذائية تقوم فيها بعض الكائنات الحية بتوفير غذائها. جايبة من غذائك منين يا كائنات يا مترممة؟ قالت لنا من تحليل البقايا العضوية المتحللة أو أجسام الكائنات الميتة. يبقى الكائنات مين يا شطار؟ الكائنات المترممة. بتجيب غذائها منين؟ نمرة واحد، يا من تحليل البقايا العضوية. نمرة اتنين، يا من أجسام الكائنات الميتة. عشان كده سميناها الكائنات المترممة، وده المفهوم. طب عايزين مين؟ عايزين أمثلة للكائنات المترممة. جايب لك الرسم وجايب لك الصورة. نوع من أنواع الفطريات المعروفة اسمه فطر عيش الغراب، ونوع كمان من الفطريات لما الخبز بيعفن اسمه فطر عفن الخبز، اللي بيعمل اللون الأخضر على الخبز نتيجة التعفن. ونوع ثالث بعض أنواع البكتيريا، ودي صورتها تحت مين؟ ودي صورتها تحت المجهر. اللي أنا قلت دول مين؟ أمثلة للكائنات المترممة، واللي بتتغذى على مين؟ أجسام الكائنات الميتة أو تحليل البقايا العضوية. طيب معانا نشاط لتكون عفن الخبز، ازاي الخبز بيعفن؟ وبنشوفه بالحالة اللي كانت سابقة. قالك ضع رغيف خبز
عليه قطرات ماء في كيس بلاستيك لفترة. نجيب رغيف خبز ونبله قطرات مية ونحطه في كيس ونغلقه. طب ايه الملاحظة؟ ايه الملاحظة؟ هنلاقي على رغيف الخبز من برة اتكونت طبقة خضرة على سطح الخبز. طب فين الصورة؟ ادي الخبز كان جميل ولكن اتكونت عليه الطبقة الخضرة اللي احنا بنقول عليها طبقة العفن. يبقى الملاحظة ايه؟ تتكون طبقة خضرة على سطح الخبز. طب انا عايز اعرف السبب. ما تخافش، السبب مستر حامل هيقوله في الاستنتاج. يلا نقول الطبقة الخضراء سببها احد انواع الكائنات المعروفة بفطر عفن الخبز، والتي تحصل على غذائها من الخبز بتحليله. يبقى الصورة دي فيها النشاط مع الملاحظة والاستنتاج والصورة والتفسير. بكده يا أولاد خلصت حلقتنا الحمد لله. حلقة مين؟ العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية، وحلقة طويلة زي ما شفت ولكنها مهمة، وحبيت أن أعرضها لك في حلقة كاملة عشان ما تتجزأش ويبقى درس كله مترابط مع بعضه، واللي خدنا فيها مفاهيم كتير: الافتراس والتكافل أو المعايشة، واللي انقسم لثلاث حاجات. إيه هما؟ تبادل المنفعة والإفادة والتطفل. والتطفل كان نوعين: تطفل داخلي وخارجي، وخدنا مفاهيمه مع الأمثلة الدالة والمعبرة، وأيضا مفهوم الترمم مع الأمثلة بتاعته، واتذكرت تعليلات مهمة وأسئلة مهمة جدا. ياريت تتفرج على الحلقة أكتر من مرة وتحفظها عندك وتذكرها لأهميتها. أي سؤال استفسار ابعته بإذن الله نرد عليك، وحل تدريبات كتاب المدرسة، وعلى طول لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكولة، وبإذن الله أنت مع السكولة دايما في خير وأمان.